سيدات سادة النواب، تقدمت عدة طلبات إلى رئاسة المجلس وإشارة إلى الطلب المقدم من أكثر من 25 نائب اللي يطلبون باستضافة وزير الزراعة ووزير الموارد المائية، بالإضافة إلى طلب مقدم من لجنة الزراعة، سلم طلب مقدم من رئيس لجنة الزراعة نيابة عن اللجنة أنه لنفس المضمون طلب يعني أمرين، يعني الأمر الأول يتعلق بموضوع الشحة المائية، والأمر الثاني يتعلق بالخطة الزراعية، وهذا أمر آخر يتعلق بالتسويق أو تسعير المحاصيل الزراعية. لذلك وإشارة إلى المادة 55 من النظام الداخلي، يجوز ل 25 عضوا من أعضاء مجلس النواب طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة وأداء مجلس الوزراء أو إحدى الوزارات، ويقدم إلى رئيس مجلس النواب ويحدد موعدا للحضور مع تحديد سقف زمني أمام المجلس لمناقشته. سيتم إضافة هذه الفقرة إلى جدول الأعمال يوم الثلاثاء بحضور الوزراء المعنيين.